يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الخلود في النار خاص بمن كفر وأشرك بالله غيره أم يدخل في ذلك؟ هل الخلود في النار خاص بمن كفر بالله وأشرك معه غيره أم يدخل في ذلك من مات على معصية ولم يتب منها ولو كانت صغيرة؟ مذهب أهل السنة والجماعة كما درستم في العقيدة أن الذي يخلدون في النار هم الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، وأما أهل المعاصي التي دون الشرك فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها، لكن لا يخلد في النار، يخرجون من النار. أصحاب الكبائر من المؤمنين وإن عذبوا في النار يخرجون منها ولا يخلدون فيها. وأما الصغائر فإن الله يكفرها بمكفرات كثيرة، الصلوات الخمس مكفرات، الجمعة إلى الجمعة مكفرة، رمضان إلى رمضان مكفرة، فالصغائر يكفرها الله جل وعلا بمكفرات أو يعفو عنها سبحانه وتعالى. نعم.